صاحبي المعتقل هشام جعفر. هشام معتقل من 21 اكتوبر 2015، يعني دلوقتي عدى مده الحبس الاحتياطي القانون بيقول عليها اللي هي سنتين، ورغم كده المحكمه جددت له 45 يوم. فهشام اعلن اضرابه عن الطعام والعلاج اعتراضا على الحكم الظالم اللي تم بحقه، واعتراضا على الاوضاع السيئه اللي بيعاني منها في سجن العقرب. هشام اتهم بتهمة تهمتين، هي الانضمام لجماعة محظورة وتلقي أموال أجنبية من مؤسسات أجنبية للإضرار بالأمن القومي للبلاد على خلفية قيام ومشاريع تخص المرأة والأسرة والطفل ونشر نتائجها على الإنترنت بدون أخذ موافقة أمنية. هشام الحقيقة طول العامين كان في يعني ضده سلسلة من الانتهاكات العالية جدا لغاية دلوقتي احنا مش عارفين سببها ايه، من حرمان من العلاج لوضع في سجن العقرب. هشام اصلا بيعاني من ضمور في العصب البصري وتضخم في البروستاتا، وفي يعني شك بنسبه كبيره ان التضخم اللي عنده دوت نتيجه ورم خبيث، ورغم كده العمليه المفروض يجريها من اول ما دخل الاعتقال بتاعه ما تمش فيها اي حاجه خالص. احنا قدمنا طلبات للنقيب الصحفيين كتير جدا، سواء بتحسين اوضاعه المعيشيه او بالتدخل للافراج عنه او معرفه ايه تهمته تحديدا يعني، وتدخل لدى السلطات، والحقيقه لغايه دلوقتي ما فيش اي استجابه خالص يعني. كان اكتر حاجه يعني زعلتني جدا والمتني ان احنا جينا قبل جلسه هشام، جينا يوم الاربعاء 25 اكتوبر قبل جلسه هشام انا ومجموعه من زملائه الصحفيين، قدمنا طلب ان النقابه توفد محامي يحضر الجلسه مع هشام جعفر ويدافع عنه، والنقابه رفضت. تاني حاجه برضو كان لما جيت استخرج الكارنيه بتاعه النقابه رفضت، فهي النقابه هي ظهير يعني بتقف ورا الصحفي وتجيب حقوقه وتدافع عنه، ولا النقابه تنكل بيه وتزود زي ما السلطه بتعمل، النقابه بتعمل فيه وزياده يعني. احنا قبل كده بناخد من الجهتين، من النقابه ومن السلطه. اللي عرفه طول عمري ان النقابه المفروض بتدافع عن حق اعضائها، لكن هشام ما خدش يعني ما خدش اي حق من حقوقه في نقابه الصحفيين نهائي يعني. احنا قدمنا طلب اخر مره نقيب الصحفيين يوم الاربع اللي فات، بان هو يوم الاثنين قصدي اللي فات اسفه، ان هو يتدخل لدى السلطات للمطالبه بالافراج عن هشام جعفر وحسن قباني، لان الاثنين كملوا مده حبسهم الاحتياطي واصبح حبسهم مخالف للقانون ويعتبر